بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، أما بعد. سبحان الله، الربع الأخير من سورة آل عمران يعني بيتوافق تماما مع الأحداث اللي احنا بنعيشها من معارك ضارية الآن بين إخواننا في غزة والكيان المحتل. في بداية هذا الربع الله سبحانه وتعالى بيبين لنا درس عظيم من الدروس التي تنفعنا في أوقات الرخاء وأوقات الشدة، وهو إنه البلاء جزء من طبيعة هذه الحياة، وهو إنه الإنسان إذا كان في أوقات رخاء فلازم يبقى عارف إنه هذا الرخاء بلاء، وإنه هو في اختبار. وإذا كان في أوقات شدة فأوقات الشدة هذه بلاء لا بد منه، لا يستطيع الفكاك عنه، لأنه الدنيا ليست هي الجنة، ولا يمكن أن تكون بديل عن دار الجزاء والثواب. فهم طبائع الأمور عادة بيخلي الإنسان يعني يحسن التعامل مع الأمور. لما بيكون سقف توقعاتي مختلف عن طبائع الأمور، الإنسان بيصاب بالإحباط. يعني لو أنا مثلا فاهم إن الدنيا لازم يبقى الإنسان فيها دائما سعيد، دائما مرتاح، مفيش أي مشاكل، مفيش أي ضغوط، ولم أتربى على واحد كده يعني يبقى متحمل المسؤولية ويواجه الصعاب، ويعني أهله يحطوه في مواقف بحيث يبقى عارف طبيعة الدنيا وطبيعة البشر وطبيعة الناس، ما يبقاش إنسان هش، ما يبقاش إنسان كده يعني بينكسر من أي حاجة. لو أنا عارف طبيعة الحياة الدنيا، لا شك إني هتعامل مع الحياة أفضل من إنسان متخيل إن الدنيا لازم تكون مرتاحة، وإنه أي منغصات هي خلاف الأصل. لا، الدين بيقول لك إنه الحياة الدنيا الأصل فيها هي إن هي دار بلاء، يعني التنغيص فيها والتكليف فيها هو الأصل. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. نبتليه، فإذا البلاء جزء من طبيعة الحياة الدنيا، التكليف جزء من طبيعة الحياة الدنيا. لما أنا يبقى سقف توقعاتي كده، فإذا أنا ما بتفاجئش، إذا أنا لا أحبط، إذا أنا بكون عارف إنه والله أنا يعني العقد اللي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى من البداية كان ماشي في هذا كان ماشي في هذا. عادة من اللي بتصدم؟ اللي بيتصدم اللي سقف توقعاته مرتفع او لا يعرف طبائع الامور. زي واحد خدعوه وقالوا له انت اول ما هتتخرج ان شاء الله هتشتغل وحياتك هتبقى احسن، فيفاجئ انه اتخرج ممكن يكون ما اشتغلش او اشتغل بمرتب قليل، ولا بقت حياته احسن ولا حاجه، وانما كل الحكايه انه هم المذاكره اتشال وجات له هموم تانيه، فهو كان في بلاء، لكن شكل البلاء، شكل التكليف، شكل الصعوبات اختلف. لكن الصعوبات دايما موجودة، اللي بيتغير هو شكلها وطبيعتها تبعا لطبيعة عمر الايه، عمر الانسان ومسؤولياته. الانسان عازب او متزوج، لو واحد خدعوه قالوا له انت والله هتتجوز وترتاح ومشاكلك هتتحل، في صعوبات في العزوبية، لكن ايضا هناك صعوبات في الزواج لابد ان الانسان يبقى عارفها. فلذلك التوعية والتعليم والتربية واستشارة أهل الخبرة قبل الإقدام على أي أمر من الأمور بيخلي الإنسان يحسن التعامل مع كافة الأمور.
ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا وجابنا الدنيا عرفنا طبيعة الدنيا علشان الواحد فينا لا ينخدع. آيات كثيرة جدا في القرآن تتكلم عن طبيعة الحياة الدنيا وعن زينة الدنيا وعن زخرف الدنيا وعن علو الكفار في الدنيا وعن ابتلاءات المؤمنين في الدنيا وعن التدافع اللي لازم هيكون موجود في الدنيا والصراع بين الحق والباطل والإيمان والكفر في الدنيا وعن ناس هنقابلهم بيضحكوا في وشنا وبيطعنونا في ظهرنا المنافقين وأشباه المنافقين. فالقرآن بيدينا صورة بانورامية عن طبيعة الحياة وطبيعة البشر، وفي نفس الوقت القرآن بيدينا قوة بحيث نبقى عارفين إن إحنا لو قابلتنا المنغصات فإحنا مثابين في كل الأحوال، فإحنا في حياة أخرى أجمل بتنتظرنا، بحيث يبقى الواحد يعني مش حاسس إنه دايما خسران أو إنه مفيش تعويض عن هذه الآلام التي يشعر بها. الله سبحانه وتعالى بيفتتح هذا شوف لا تبلون دي في اللغة العربية يقول لك دي تأكيد، لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، يعني ابتلاء في الأموال بمعنى خسارة في الأموال. أبقى أنا اشتريت حاجة وبعدين باظت، أو عدوي كسرها لي، أو اشتريت بيت عدوي ضربه لي هدمه لي زي ما احنا بنشوف إخواننا الآن في غزة. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، البلاء في النفس إما جراحة وإما فقدان حبيب، أو إن الواحد نفسه هو يحصل له حاجة ويرحل عن هذه الدنيا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم كده بس، لا، في حرب تانية، في حرب الإشاعات زي ما هو برضه حاصل. يعني يا جماعة القرآن لما ربنا قال لنا عليه إنه كتاب خالد، فاعرفوا إن القرآن ناطق في كل موقف من مواقف حياتنا. الشطارة إنك تستخرج الآية المناسبة لكل موقف عشان يبقى معاك مرشد ودليل رباني في كل وقت وحين. ولن يستطيع فعل ذلك إلا إنسان علاقته بالقرآن قوية بحيث ينزل آيات القرآن على المواقف المختلفة. فإحنا دلوقتي عايشين واقع وشايفينه كلنا وعايشين الأحداث اللي حصلت، بلاء في الأنفس والأموال وحرب إشاعات عالمية عشان تظهر المظلوم في ثوب الظالم وتبرز الإنسان اللي بيدافع عن حقه وعن بلده في إنه يتنفس ويعيش زي بقية البشر إن هو إرهابي. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لما تنقلب الحقائق في وسائل الإعلام، ده أذى ولا مش أذى؟ لا شك إن هو أذى. لما تتهم إن أنت وأنت مقاوم إن أنت والله متهور، أو إن أنت والله مش خايف على الناس، أو إن أنت بتتاجر بالقضية، أو إنه القادة بتوعك مستريحين في الفنادق، ويبقى أنت بتضحي بنفسك وفي نفس الوقت بيجيلك خناجر من أبناء أمتك وليس من أعدائك. يبقى أنت بتحارب الأعداء وفي نفس الوقت اللي بيطعن فيك مين؟ اللي المفروض إن هو منك، اللي المفروض إن هو يدعمك. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يبقى ربنا أمرنا بماذا؟ بالصبر. والصبر هو حبس النفس على ما تكره. يعني هنستمر في البذل، هنستمر في العطاء، لن نرد الكيد بكيد، ولن نرد الإشاعات إلا بالحقائق، وسنصبر حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بأمر من عنده مع ملازمة تقوى الله سبحانه وتعالى. فهذا الإيذاء وهذه الإشاعات وهذا الذي يحصل لن يخرجنا عن إطار التقوى. يعني الغاية لا تبرر الوسيلة. مش معنى إنك مظلوم إنك تظلم أنت كمان في رد حقك، مش معنى انك بيتكذب عليك انك تكذب انت كمان في بيان الحقائق، لا، الغاية لا تبرر الوسيلة. يعني سنطلب الحق بالحق، وسنطلب النصر بمعونة الله وتوفيقه، وسنطلب العزة بعزة الله سبحانه وتعالى وليس بعزة انفسنا. وان تصبروا وتتقوا، يعني دفاع ورد للأذى ورد للإشاعات مغلف مؤطر بإطار من التقوى ومراقبة الله سبحانه وتعالى. ثم وصف الله سبحانه وتعالى هذا كله بأنه من عزم الأمور، من الأمور
التي تحتاج إلى أصحاب عزيمة وقوة وشدة نفسية. لماذا؟ لأنك أحيانا ممكن تكون صاحب حق فتعمل إيه؟ فتسلك نفس سبيل الأعداء في التعامل معك، فتكذب عليهم زي ما هم بيكذبوا عليك، فتعتدي عليهم بغير حق. لما تمسك واحد أسير مثلا، تبقى بتعذبه أو إنك بتهينه، مع إن الإسلام ما أمرناش بإن إحنا نعذب الأسرى ولا إن إحنا نهين الأسرى. الإسلام أمرنا بمجموعة من التشريعات، هذه التشريعات نافذة، نافذة في أوقات السلم وفي أوقات الحرب. ومش معنى إني مظلوم أو إن أنا غضبان أو إن أنا حزين أو برد حقي أو ياما اتظلمت إني أتجاوز، لا، أنا عبد لله، وإذا فعلت ذلك وإذا قاتلت وإذا حاربت وإذا دافعت عن نفسي وعن وطني وعن عرضي وعن مالي، فأنا أفعل ذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان امتثالا لأمر الله فلا يجب إن أنا أخرج عن مراد الله سبحانه وتعالى، وإلا صرت عابدا لنفسي وليس عابدا لله سبحانه وتعالى. هذا هو الدرس الأول. الدرس الثاني درس يتعلق بوظيفة العلماء، وظيفة الذين يعلمون، وظيفة الذين آتاهم الله عز وجل الحكمة. فقال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. رغم ان الايات نازله في اهل الكتاب وانهم بيكتموا ما في الكتاب من وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانه رسول اخر الزمان ومن حقائق تتعلق باديانهم وبدين الاسلام، لكن اذا كان الله عز وجل توعد علماء اهل الكتاب واراد منهم ان يبينوا ما عندهم للناس، فهل يتصور أن يأمر الله عز وجل نحن علماء الإسلام بالكتمان أو أن يأمر علماء الإسلام بالكتمان؟ أبدا. الآيات والأحاديث أيضا واردة في هذا الشأن توافق تماما هذا الأمر، فكما أمر الله عز وجل علماء أهل الكتاب بالبيان أمر كذلك سبحانه وتعالى علماء الإسلام بالبيان، وكما أمر الله بعدم الكتمان لعلماء أهل الكتاب أمر علماء الإسلام بعدم الكتمان. وإلا فننطبق عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآيات القرآن، والتي منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. فإذا العالم عليه البيان، عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلسانه، جهاد العالم لسانه، نصيحته، توجيهه للناس كبيرهم وصغيرهم، أئمة المسلمين وعامتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى العالم جهاده باللسان، يقول للحاكم عليك أن تفعل كذا وكذا، ويقول للمحكوم عليك أن تفعل كذا وكذا، العامة والخاصة، الأغنياء والفقراء، القاتل والمقتول، العدو والصديق. وظيفة العالم كده إنه يبين للناس مراد الله سبحانه وتعالى منهم دون محاباة ودون مجاملة، وإلا كان كاتما وإلا كان متوعدا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. فلما فعلوا ذلك ونبذوه وراء ظهورهم سلب الله منهم هذا العلم، وسلب الله منهم هذه المكانة، وسيعاقبهم الله على ذلك في الآخرة. إذا هذا درس مهم يتعلق بواجب العلماء وأن واجبهم البيان. ثم ختمت الآية: واشتروا به ثمنا قليلا. يعني عايز يقول لك إنه غالبا الشخص دوت اللي هو الذي آتاه الله العلم إذا كتم فإنما يكتم لأنه طامع في شيء، راغب في شيء، خائف من شيء. الله عز وجل يقول الآن: فبئس ما يشترون، يعني بئست المبايعة والمبادلة. الشراء هو عملية تبادل، أنا الآن لأشتري مثلا دنيا أنا كتمت علمي، فشيء قصد شيء، هذا هو المراد. فإذا فبئس ما يشترون، بئست المبادلة، إنك تكتم علمك لتأخذ بدلا عن هذا الكتمان
طمع في دنيا أو في منصب أو في جاه أو في مكانة أو نحو ذلك. العالم وظيفته أن يقوم ويعلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإلا يكون كاتما لما علمه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الدرس الثاني. الدرس الثالث يتعلق بخواتيم السورة، وخواتيم السورة فيها ذكر لمجموعة من الآيات التي يعني يحبها كثير من الناس ويقرأها كثير من الناس، والتي فيها ذكر ملكوت الله سبحانه وتعالى. سورة آل عمران يا أيها الإخوة الكرام سورة تدور حول يعني بيان التوحيد والرد على النصارى. سورة البقرة بيان التوحيد والرد على اليهود والمشركين، سورة آل عمران بيان التوحيد أو تقرير التوحيد مع الرد على النصارى. ختام السورة بيبين ملكوت الله وملك الله وعظمة الله وموقف المؤمنين إزاء هذا الملك والملكوت وهذه العظمة وهذا الجبروت. فيقول الله سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. يعني الله سبحانه وتعالى عندما ينزل الكتب وعندما يرسل الرسل فهو يفعل ذلك، هو مالك كل شيء، فلا يفعل ذلك سبحانه وتعالى لفائدة تعود عليه ولا لمنفعة ترجع إليه سبحانه وتعالى. فالكل ملك لله سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن أولي الألباب أصحاب العقول النيرة والبصائر المنيرة، هؤلاء الناس ينظرون في ملكوت السماوات والأرض ويستمدون ويأخذون من هذا الملكوت ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فيجدون أنفسهم ساجدين لله راكعين لله، لأنهم عرفوا صفات الله من كون الله، وعرفوا فعل الله من كون الله سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم ذكرت الآيات صفات هؤلاء المؤمنين الذين آمنوا بالله، الذين أقروا بالتوحيد، الذين تركوا الشرك والمشركين وتركوا الكفر والكافرين، فلم يكونوا مع اليهود في عتوهم وقسوتهم، ولم يكونوا مع النصارى الذين أله البشر من دون الله سبحانه وتعالى. ما صفات أهل الإيمان الذين انتفعوا بسورتي البقرة وآل عمران؟ ما صفات هؤلاء؟ وهذه الصفات أيها الإخوة أيضا ينبغي أن تكون صفات كل إنسان حفظ السورتين. يعني حضراتكم إذا ربنا من عليكم بحفظ سورتي البقرة وآل عمران، فالصفات اللي هنقولها دي ينبغي ان حضراتكم تتحلوا بيها، لانه هذه الـ يعني هاتان السورتان يعني حجة على حضراتكم، وينبغي انكم تؤدوا حق هاتين السورتين بالتحلي بهذه الصفات. ما هي هذه الصفات؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اذا ذكر الله على كل حال، هذه الصفة الاولى. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعني أنت ربنا من عليك بحفظ البقرة وآل عمران، إذا عليك أنك لا تشغل عقلك ولا تشغل بالك بما يشغل بقية الناس، بل عقلك مشغول مرتبط متعلق بالله سبحانه وتعالى. إذا يعني إذا وجد شيئا من الفراغ تفكر في ملك الله وفي ملكوت الله ليقترب من الله وليزداد تعرفا على الله سبحانه وتعالى. ربنا ما خلقت هذا باطلا. بعد النظر ينقلب إليهم ويرجع إليهم نظرهم بفائدة. هذه الفائدة هي أنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض عبثا سبحانه وتعالى، وإنما خلقهم بالحق وخلقهم لحكمة سبحانه وتعالى. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يعني تنزه ربنا عن أن يوصف بالباطل أو فعل العبث، فقنا عذاب النار. يبقى إذن يدعون الله سبحانه وتعالى أن يقيهم عذاب النار. ما العلاقة بين نظرهم في السماوات والأرض ودعائهم بأن يقيهم الله سبحانه وتعالى عذاب النار؟
الإنسان إذا نظر إلى ملكوت السماوات والأرض علم عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى، وعلم قدرة الله عليه، وعلم أن الله يستطيع أن يفعل فيه ما يشاء، وعلم أنه لن يعجز الله سبحانه وتعالى، ولن يستطيع أن يهرب من الله عز وجل. وبالتالي إذا قال الله أنا عندي عقاب اسمه النار، فالمؤمن ينقلب بعد معرفة هذه العظمة وهذا الجلال وهذا الكبرياء وهذا الجبروت، فيقول يا ربي أنا عبد ضعيف، فلا تجعلني من أهل النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. فإذا من صفات المؤمنين الذين يحفظون البقرة وآل عمران، الذين أقروا بالتوحيد وسلموا لله سبحانه وتعالى ولم يفعلوا كأهل الشرك، ماذا يفعلون؟ يلجؤون إلى الله، يفتقرون إلى الله، يدعون الله، تلهج ألسنتهم بالثناء على الله سبحانه وتعالى. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إذا من أهم سمات المؤمنين أنهم دائما يلجؤون إلى الله في الصغير وفي الكبير، في العظيم وفي الحقير، في الجليل وفي الصغير. إذا هذه صفة مهمة من صفات أهل الإيمان، إنه قلوبهم متعلقة بالله، ألسنتهم تلهج بالذكر كما ذكرنا في بداية الآيات، الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، وعقولهم تلهج بالتفكر. فإذا لم يذكروا الله دعوا الله سبحانه وتعالى. أنا لساني شغال بيتراوح بين حاجتين، ذكر أو دعاء، ذكر أو دعاء. طب دماغي شغالة في إيه؟ دماغي شغالة في التفكر في ملكوت الله، في عظمة الله، في آيات الله القرآنية أو الكونية، في نفسي وعيوبها حتى أصلحها. فإذا أنا عبد لله في جوارحي، في لساني، في عقلي، في قلبي المتوجه إلى الله، فتكتمل العبودية بهذا الشكل. العبد إذا كان بهذه الصفة متوجها إلى الله في جميع أحواله، متفكرا في ملكوت السماوات والأرض، لاهجا بالذكر والدعاء والدعاء، مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه سيكون أقرب إلى الاستجابة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. إذن عاقبة الإيذاء دائما لا تضيع. إذا الإنسان أوذي في الدنيا أو أخرج من داره في الدنيا أو هجر في الدنيا أو اغترب في الدنيا أو بذل ماله في الدنيا أو اضطر لأن يكون من المقاتلين المدافعين عن أنفسهم وأوطانهم وبلدانهم وديانهم في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يقول لا شيء يضيع، لا شيء عند الله يضيع. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، بشرط أن يكون الإيذاء في سبيل الله، وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم يتحدث فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أجر الشهادة، عن أجر الشهادة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهيد عند الله 6 خصال، يغفر له في أول دفعة، يعني أول قطرة تنزل من دمه مغفور له، ويرى مقعده من الجنة، يعني قبل ما يخرج من الدنيا، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. إذا هذه هي الخصال التي ينالها الشهيد الذي يصطفيه الله سبحانه وتعالى لهذا الأجر العظيم. يقول: لأكفرن عنهم سيئاتهم، دي حاجة من حاجات، لأكفرن عنهم سيئاتهم، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله،
والله عنده حسن الثواب. طيب المؤمن قبل ما يروح ويبقى شهيد ويدافع وهو في وقت الإيذاء بيبقى الأمر صعب ضاغط على الإنسان، كيف يتصبر الإنسان وهو يرى علو الكافرين وغرور الكافرين وضعف المؤمنين؟ ماذا يفعل الإنسان في هذا الوقت؟ يعني نحن نعم نؤمن بكل هذا، إنه الشهيد عند الله له ثواب، إنه الصبر جميل، إن الإنسان يعني يفعل ما يستطيع، إنه هيلزم باب الكريم سبحانه وتعالى فيلجأ إلى الله ويفتقر إلى الله ويذكر الله، لكن هيكون حاسس بالقهر، فماذا يفعل؟ الله سبحانه وتعالى يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لما تبص للكافرين في علوهم وترى أن هؤلاء الكافرين وترى أن هؤلاء الكافرين يعني مغرورين بهذا الكفر ومغرورين بهذه القوة، وأنهم مأخوذون من قبل الله عما قريب طال الزمان أو قصر، وأنهم مجزون عن أعمالهم بنار خالدين فيها أبدا، وأنهم ربما يهزمون أيضا في الدنيا فيكون خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إذا اكتملت عندك الصورة وتعمقت في هذا المعنى، والله ممكن هؤلاء الناس الذين تراهم عالين وأنت مقهور منهم، ممكن أنت تشفق عليهم وتقول مساكين يحتاجون إلى من يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى رغم علوهم، لأنهم عمي مش شايفين هم رايحين فين ولا بيودوا نفسهم على فين. فلذلك الله عز وجل هذا هو التصوير، كل المقهورين الله عز وجل يقول لهم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. انت شايفهم رايحين جايين مغرورين، عندهم علو، يملكون المال والبنوك ويتحكمون في الدنيا كلها، لا يغرنك هذا، هم أضعف مما تتصور وأضعف مما تتخيل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، يعني على فرض من النصر ما جاش في الدنيا، إيه اللي هيحصل؟ يعني آخرتها إيه؟ متاع قليل. هيعيشوا كام سنة يعني؟ الناس اللي عمالين يقتلوا في إخواننا في غزة واللي عمالين يكيدوا الإسلام والمسلمين، آخرهم كام سنة؟ شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على ظهر الأرض أحد بعد 100 سنة. فإذا النبي كان قاعد مع أصحابه بيقول لهم إنه بعد 100 سنة من دلوقتي محدش من اللي موجود على ظهر الأرض هيكون موجود. طيب ما إحنا الكلام ده ممكن نقوله في أي عصر وفي أي وقت، لأنه أعمار الناس معروف إن هي لا تتجاوز 100 إلا نادرا، والنادر لا حكم له. فإحنا ممكن أيضا نقول إنه بعد 50 سنة من دلوقتي، مش هنقول بقى 100 سنة، لأن اللي بيحارب دلوقتي واللي بيكيد دلوقتي أكيد عنده على الأقل 20 سنة ولا 30 سنة. فهو هيعيش كام سنة يعني؟ 60 سنة، هنقول 60 سنة كمان من دلوقتي متاع قليل، هيعيش 100 سنة كمان فوق اللي عنده متاع قليل. فأنت لما تبص للصورة بهذا الشكل هتقول: يا مساكين مساكين، يقتلوننا مساكين، احنا في الجنة، احنا خدنا أعظم ثواب وهم أرضوا بأنفسهم وسيذهبون إلى أسوأ عقاب، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ده على فرض ان مفيش نصر في الدنيا، فما بالك اذا ربنا سبحانه وتعالى شفى صدور قوم المؤمنين وجمع مع هذا الوعيد النصر في الدنيا، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم تختم السورة بدرس عظيم مهم لا يتم اي عمل الا به، وهو درس الصبر. الإنسان خلق عجولة، الإنسان عايز يشوف بسرعة النتائج الآن، في حين إنه البروسيس نفسها، العملية نفسها، الإجراءات اللي بتتم نفسها هي دي التربية، هي دي التربية، رغم إنها مؤلمة لكنها عملية مخاض يولد بعدها الإنسان عارفا بنفسه، عارفا بربه، عارفا بأمته. الأمة في هذه الأحداث العصيبة بتتغربل، الأمة في هذه الأحداث العظيمة بتتعلم، الأمة في هذه الأحداث العظيمة بيتميز الناس فيها، ويظهر المنافق ويظهر المؤمن ويظهر ضعيف الإيمان، ويعني يصف الناس ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فإذا ما نزهقش من طول العملية،
محتاجين صبر، والصبر حبس النفس على ما تكره. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، مش اصبروا بس، وصابروا، يعني تأكيد، يعني أنت محتاج إنك تتحلى بالصبر والمصابرة، يعني صبر وتأكيد على الصبر، صبر وشدة صبر. ليه؟ لأن الموضوع صعب، إحنا بشر في النهاية نتألم لما بيحصل حاجة، لكن محتاجين شوية نصبر ونأكد على الصبر ونصبر على الصبر. لأصبرن حتى إيه يمل الصبر من صبري، كما قال إيه، كما قال بعض الإيه، بعض الحكماء: لأصبرن حتى يمل الصبر من صبري. اصبروا وصابروا ورابطوا. الصبر هنا مش معناه خنوع وقعود، انك قاعد منتظر، لا، ده انت شغال، انت صابر ومرابط. والمرابطة هنا القيام على الامر، فكل واحد فينا على ثغر، كل واحد فينا بيسد خلة، كل واحد فينا واقف على ثغر، كل واحد فينا عليه انه يعمل حاجة، اللي يقدر على حاجة يعملها. كل واحد فينا مرابط في مكانه طالما بيؤدي ما أمره الله سبحانه وتعالى به. اصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكل لعل من الله في القرآن تدل على ثبوت الأمر وحصوله، يعني ستفلحون إن فعلتم ذلك، ستفلحون أو أنتم أهل الفلاح، والفلاح هو الفوز في الآخرة بالجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا يا دكتور. معلش، ما انا ممكن اسال حضرتك على حاجه؟ هو الواحد ازاي ما يقلفش اللي بيحصل ده كل يوم، انه خلاص تبقى الاخبار يوميا بتقول ان في ناس بتستشهد وبتموت وهكذا، ويبقى عنده نفس الطاقه ان هو للدعاء والمساعدة والرغبه في التبرعات وهكذا؟ والله هو مسألة الإلف يعني فيها ميزة برضو، وهو إن الواحد يعني يبقى كده إيه، نشف شوية، يبقى الواحد مش هش، يبقى الواحد كده تجلد. يعني أنا ببص لمسألة إن الواحد ألف هذه الأمور إنه بقى عنده جلد وصبر. لكن أنا أعتقد إن سؤالك عن إنه الأمور بتاخد فورة ثم تهدأ، مش كده؟ ده قصدك أعتقد. إذا كان ده قصدك، فإنه الإنسان محتاج دايما تذكير، محتاج دايما إنه يحيط نفسه بصحبة صالحة، محتاج إنه هو يجدد العهد مع الله، محتاج إنه هو يتذكر دايما إنه بيعمل لنفسه وليس للآخرين. فأنا إذا كنت أنا بعمل لنفسي، أنا عشان أنقذ نفسي، لأن ربنا هيسألني أنا، فأنا يعني المسألة بالنسبة لي هتبقى زي شخص بيحط كل يوم رصيد في بنكه. كلنا عايزين كل يوم نحط جزء من أرصدتنا في بنك الآخرة، وأهل الدنيا مش هيكونوا أنصح من أهل الدين. فإذا كان أهل الدنيا عندهم حرص على إن هم يعني يزودوا أرصدتهم، فأهل الدين كمان يبقى عندهم حرص إن هم يزودوا أرصدتهم في الآخرة. فإذا إزاي الواحد، رجوعا لسؤالك، إزاي الواحد ما يبقاش عنده فتور إنه يتابع، يعرف انه هو بينقذ نفسه مش بينقذ الاخرين، انه يحيط نفسه باهل الايمان اللي يشجعوه على فعل الايه، على فعل الخيرات وعدم الفتور عنها. والله اعلم. معلش انا هسأل سؤال تاني، هو ليه في انتفاضة رهيبة قوي لما حصل كده، وليه ما بيحصلش انتفاضات لما بيموت المسلمين في سوريا او في الهند او في الصين او في اي حتة؟ يعني اليهود دايما لان القدس ليها خصوصيه، فلسطين مش زي اي بلد. يعني انت دلوقتي مصريه وانا مصري، مش كده؟ طيب، الناس عندنا في مصر، وهي بلدنا اهي، مش هقول لك مثلا ليبيا ولا بلد تانية، لا، مصر، هتحس بان دمك فاير اكتر لما يقول لك والله ده سينا احتلت، ولا لما ما تسمعي في الاخبار ان الكفار دخلوا مكه والمدينه؟ هتحسي بالرهبة أكتر من أي خبر من الاتنين. أكيد الرهبة والفوران والغليان والغضب هيكون أكتر لما نسمع مكة والمدينة. ليه؟ لأنها أماكن مقدسة، ارتبط وجدان الناس بهذه الأماكن، جزء من ديننا، حميتها جزء من شرفنا. فلسطين ليست كأي مكان.
المسجد الأقصى المذكور في القرآن والذي أسري فيه لنبينا صلى الله عليه وسلم والذي له فضائل كثيرة مذكورة في السنن النبوية. فهي المسألة مش مسألة إن والله دم الفلسطيني ودم غيره، لا، هو الدم كله، الدم كله حرام، الدم أيا كان هذا الدم، دم المسلم الهندي ولا المسلم الصيني ولا المسلم الفلسطيني، الدم عند الله عظيم. لكن هنا دم ومعه اعتداء على أقدس مكان وهو المسجد الأقصى، وإحنا بنعتقد إنه هذه المقاومة لو انكسرت، لو انكسرت أو لو لا قدر الله حصل حاجة، هتبقى الأمور أسوأ وأسوأ بالنسبة لهذا المكان المقدس. هو عندهم خطط لهدم المسجد الأقصى، عندهم خطط لهدم المسجد الأقصى والعياذ بالله، ومن علامات آخر الزمان إنه هيهدم، ومن علامات آخر الزمان إن الكعبة هتهدم. لكن ما تكونش على إيدينا، ما نبقاش إحنا مقصرين، طالما ده كده كده هيحصل ما يبقاش في زماننا، أو على الأقل ما يبقاش بتواطؤ وتقدير منه. فهو ليه بيحصل كل ده؟ لأنه هذا مكان مقدس، ولأنها حرب دينية. ممكن في أي مكان تاني في الدنيا تبقى جزء منها سياسة أو دنيا، جزء منها اضطهاد عادي، هو أصلا شعب بيضطهد أي حد مختلف عنه، أو حتى لو فيها مسحة دينية فإنها يعني مش هتكون مسحة دينية صادرة من ناس عندهم دين زي اليهود مثلا، لا، اضطهاد المسلمين في الصين على سبيل المثال، ما هو اضطهاد على أساس الدين. لكن الصينيين ما بيعملوش كده مع المسلمين بس، هم مش عايزين أي دين في الدنيا، مش عايزين أي دين، إن هم ملاحدة. فأنت لما يجيلك بقى حد يهودي عنده نبوءات توراتية إنه لازم يحاربك ولازم يعمل لك علشان يمهد لنزول المسيح الدجال، لا، دي خطة الشر بقى، دي خطة الشيطان. فالصراع اللي موجود بين المسلمين واليهود، مع كونها حرب دينية، مع كونها مبنية على النبوءات التوراتية، مع كونها تمهيد لنزول المسيح الدجال، مع كونهم بيصرحوا بهذا، مع كونها في مكان مقدس، كل ده بيدي لها خصوصية. الله أعلم. طيب تمام، جزاكم الله خير. انا بس حاسه ان احنا برضو قصرنا ناحيه المسلمين الضعفاء في اماكن تانية يعني، احنا مقصرين لا شك، لا شك. فاحنا ما عملناش ما هو اصلا احنا واحد ما في المية بنقولش، من اللي يحصل دلوقتي. هو انا مش ببرر انه احنا والله ايه لازم نبقى هنا غضبنا او هنا احجامنا اكتر، لا، انا بقول لك ليه الوضع كده. لكن لو احنا جينا للحق، اي قطرة دم تسيل من مسلم او من انسان مظلوم يجب ان احنا نتألم ليها. طب لكن ليه الوضع اللي حاصل ده؟ ليه احنا شايفين اهتمام كده من المسلمين؟ لأنه في مشاعر متعلقة بهذا المكان، مشاعر دينية متعلقة بهذا المكان، وفي عدو عندك بيعلن صراحة إنه بيحاربك في دينك، وبينطلق في حربه من الدين، فلذلك الأمور ملتهبة بهذا الشكل. تمام، جزاكم الله خيرا. طيب، نلقاكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.